مرحبا، معكم الإعلامية إيمان رجب. حابة أشارك ببرنامج الشيف ود عشان أتعلم طريقة الطاجن المغربي. مرة أحب الأكلات المغربية، خاصة النكهات المميزة اللي تحتويها هذه الأكلات. إيمان رجب خاطرها في طاجن مغربي، اليوم راح أدلعها بأحلى وصفة مغربية. خلونا قبل نرحب فيها، أهلا وسهلا فيك إيمان. أهلا فيك ود، أنا سعيدة جدا اللي اليوم معك. وأنا سعيدة أقول لكم شيء، من 5 سنين إيمان سوت معايا مقابلة قبل ما الناس تعرفني، يعني كنت دوبني طالعة في المجال كأول شيف سعودية في الرياض. يعني سبحان الله الآن أنا عندي برنامج ومستضيفتها. شفتوا كيف الدنيا؟ الدنيا بس أكيد أحلى صدفة وأحلى ضيفة. يا حبيبتي الله يسعدك. يا عمري. أنا سعيدة جدا اليوم معاكي، وسعيدة كمان أنه أنا حتعلم منك طريقة الطاجن المغربي، لأنه أنا بحب الأكل المغربي. وأنا كمان. لكن صراحة ما أسوي كثير، يعني ما أطبخ كثير. اليوم راح أسوي لك ألذ وصفة مغربية وأشهر وصفة مغربية. بس يلا، قبل ما نبدأ خلنا نقول المكونات. مكونات برقوق بالموزات: قطع موزات، 1 ملعقة طعام سمن، 2 ملعقة طعام زيت زيتون، 1 بصل أصفر متوسط، 5 فصوص ثوم، ملح حسب الرغبة. منقوع الموزات: 2 فصوص ثوم، 1/3 كوب بقدونس ورق، 1/3 كوب كزبرة ورق، رشة زعفران، 1 ملعقة شاي كل من بودرة الزنجبيل، بودرة القرفة، وبودرة الكركم، فلفل أسود حسب الرغبة، 1/3 كوب زيت زيتون، معسلة البرقوق، 200 جرام برقوق مجفف، 1/2 ملعقة طعام زيت نباتي، 1/2 ملعقة طعام ماء زهر، 1/2 ملعقة شاي بودرة القرفة، 5 ملاعق طعام سكر، الموية مجرد يغطي البرقوق، ورشة ملح.